مصطفى شنطتها في ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ ده البلاش فاضي، بص مفيش حد خالص. طبعا السياحه مضروبه، مش حرب الخليج لسه خالصه؟ طب واحنا ليه هاجرين الجمال ده كله؟ ليه ما نتمتعش بيه ونيجي هنا؟ غالي علينا قوي يا حبيبتي، انت عارفه ان اللوكاندات هنا كلها 5 نجوم، شوفي بقى النجمه تبقى بكام في الليله. بتضحكي على ايه؟ دي ماساه. اضحكي. عمر راحوا فين دول؟ شاور شاور ريمبر ليه؟ ويلكم تو شرم الشيخ. شكرا. انت من فين دي؟ انت فروم هير يو نو ذس ويرلد. احنا نتكلم عربي. انتوا يعني هتقضوا ايام جميله، انتوا هتقضوا كام يوم هنا؟ احنا هنا 10 يوم بس. 10 يوم؟ انا كمان 10 يوم، انت 10 يوم. هنا بقى في اماكن سياحيه جميله جدا. انت هنا ليه بحتك؟ انت بس كده ما تقلقش، انت سبع البركه. البركه في انت. باي 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 يا جميل. انت يا احمر يا حلو. البت دي وقعت. البت ايه وانا قاعد هنا؟ بقول لك ايه يا احمر، انت يا احمر يا جميل. بقول لك ايه، لا ما انا عايز اعرف انا معاك ولا لا، لان ممكن تدور عليا ما تلاقينيش يعني. مش تشوف نفسك يا برم. نعم. ايه برم؟ انت منين يا بنت انت؟ شوف انت يا خدامك مصطفى. خدامي مصطفى؟ انت لوحدك؟ نو في جروب. اوكي جروب. اوكي واي نوت. طب نجي لكم فين؟ احنا هنا في الفندق ده. جميل لافلي. اوكي اوكي باي 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 باي. انت يا اللي لك، انت اللي عمال ترغي وتعب قلبي. تعالى تعالى خد شنطك من العربيه وافتح اوضتك 33. سامعة؟ مايروم. انا مايروم 33. مصطفى مصطفى شنطتك اهي. انا ما بشتغلش عند حد. ولا خالد ولا يا ابو حلوة. انت بص يا خالد، بص يا حبيبي، بص وانت خليك معايا. بصوا الجمال اللي هناك ده، الاحمر ده بتاعي انا، اما اللي صحته جامده دي فبتاعك انت. بص يا مصطفى، احنا جايين هنا نصطاد سمك، فاهم؟ انا اسف يا مصطفى، انا جاي هنا لرحله صيد سمك.